ننعى الى شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه وامتنا العربيه والاسلاميه واحرار العالم القائد المجاهد والقامه الوطنيه الكبيره شهيد الشيخ صالح العاروري ابو محمد وان حركه تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من اجل كرامه شعبنا وامتنا لن تهزم ابدا باذن الله بل تزيدها هذه الاستهدافات قوه وصلابه وعزيمه لا تلين